السلام عليكم طلاب، تحية طيبة لكم أستاذ رافت عن مدرسة اللغة الإنجليزية من قناة رافت. اليوم إن شاء الله عندنا اليونت السادس، دخلنا باليونت السادس نشاط اللغة الإنجليزية للصف الأول ابتدائي. نذهب إلى صفحة 48 كتاب نشاط. نذهب إلى التمرين الأول اللي هو تريس أند كوبي. تريس أند كوبي اللي هو مثل ما تعودنا تتبع وانسخ هذه الكلمات تكون خفيفة بالنشاط، فهو يلزم القلم ويطوخ هذه الأحرف، تبعها بعد ما يعرف أشكالها يرجع ينسخها. هنا آيس كريم وجلي، عندنا هاي الكلمتين. إذا نسخ أول كلمة اللي هي آيس كريم، يكون حرف الآي رسمي بهذه الطريقة، ثم حرف السي يكون بهذه الطريقة بين الخطين الوسط، والإي كذلك بين الخطين الوسط، ثم شارحة كذلك السي، ثم حرف الار، ثم الاي، ثم الاي، والام بهذه الطريقة. مثل ما بلغناكم لحد الان عندنا احرف صغيرة فقط، ما عندنا حرف كبير. ننتقل للكلمة اللي بعد اللي هي جالي. جالي يكون رسم حرف الجي بهذه الطريقة، والاي بهذه الطريقة، والال بهذه الطريقة، ثم الواي نقدر رسمه بهذه الطريقة أيضا، نقدر رسمه بهذه الطريقة. بعد ما كملنا أو انهينا تتبع هذه الكلمات ورسمناها نسخناها هنا، نقدر نطلب من الطالب أن يرسم لنا هذه الكلمتين بالدفتر ويكتب لنا فد 4 مرات، كل كلمة 4 مرات بشكل عمودي. مثلا هاي اكتبها جواها 3 مرات، وهاي 3 مرات، بس حتى نتأكد انه هو دا يكتب بشكل صحيح. ننتقل للتمرين اللي بعد اللي هو ماتش. ماتش يعني طابق. طبعا هسه حاليا بدأ الكتاب ينطينا تمارين عن الأحرف الكبيرة، وهنا تعتبر جدا مهمة هاي التمارين، جدا جدا مهمة. أتمنى لا تهملوها سواء ولي الأمر أو الأستاذ، باعتبار أن الطالب بدأ هذا الشيء جديد ياخذه ولازم يعرفه ونأكد عليه حتى يثبت عنده بالذاكرة العميقة. حرف السي مثلا هو ماتش يعني مطابقة. إذا عندنا حرف هنا كبير وحرف صغير، مثلا عندنا حرف السي هنا اللي هو صوته ك، وين حرف الصغير مالته هذا، إذا نجر خط من هنا إلى هذه النقطة. عندنا الحرف اللي بعده اف، عندنا حرف الاف كبير وهذا صغير، إذا نجر خط من هنا للحرف الكبير إلى الصغير. عندنا حرف الاي الكبير، رسم الحرف الكبير بهذه الطريقة ورسم الحرف الصغير بهذه الطريقة، إذا نجر خط بيناتهم. عندنا جي، هذا الحرف الكبير وهذا الحرف الصغير، نجر خط من هنا للحرف الصغير. عندنا كي، حرف الكي، نجر خط من الحرف الكبير للحرف الصغير. عندنا حرف الام، هذا الحرف الكبير وهذا الحرف الصغير. عندنا ان، هذا الكبير وهذا الصغير. وعندنا او، حرف الاو، نجر من حرف الاو خط الى حرف الاو الصغير. ننتقل للجهة الثانية، حرف البي، هذا حرف الكبير ويكون حرف الصغير هذا. عندنا الاس، هذا الكبير وهذا الصغير، نجر خط بيناتهن. عندنا اليو، هذا الكبير وهذا الصغير، نجر خط بيناتهن. وعندنا الفي، هذا الكبير وهذا الصغير كذلك. والدبليو، هذا الكبير وهذا الصغير. وعندنا الاكس، هذا الكبير وهذا الصغير. طبعا الكبير الحرف الكبير باللغة الانجليزية يسمى كابيتال، والحرف الصغير باللغة الانجليزية يسمى سمول، كابيتال لتر سمول لتر، فحتى يعرف الطالب هاي الامور. عندنا حرف الواي كذلك، هذا الكبير وهذا الصغير. وعندنا حرف الزد، هذا الكبير وهذا الصغير، نجر خط بيناتهم. ننتقل للصفحة اللي بعد اللي هي صفحة 49 من نشاط اللغة الإنجليزية الصف الأول ابتدائي. عندنا الدرس الثاني، التمرين الأول هو تريس. تريس عندنا كلمة خفيفة مثل ما تعودنا، نتبعها حتى الطالب يتدرب على الكتابة. تريس عندنا مثلا كي، لمون، كي ولمون، راح يشوف الطالب عندها خفيفة ويتبعها. يبدأ من نقطة البداية، هذا حرف الكي، كي، 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 كي. وعندنا كلمة ثانية لمون، ل لمون، ل لمون، او والان. اذا انتهينا من تتبعها، نقدر نطلب من الطالب يرسم لنا بشكل عمودي،
اكتب لي هذا الدفتر لين كلمتين، اكتب في الجوال 4 مرات 5 مرات يعيد انك كتابة الكلمة حتى يتأكد انك كتبها بشكل صحيح. ثم ننتقل للتمرين اللي بعد اللي هو تريس. ايضا تلاحظون انه اكثر التمارين حاليا بدأت هي عن التريس اللي تتبع، لان عندنا بدينا ناخذ الاحرف الكبيرة، فلازم الطالب يكتب يفهم الاحرف الكبيرة والاحرف الصغيرة. الدروس القادمة ان شاء الله راح تلاحظون انه كل درس ينطينا مجموعة احرف كبيرة يعلمنا على طريقة رسم. عندنا هنا تريس تتبع راح يعلمنا شلون نرسم حرف الاي الكبير وبقية الاحرف ان شاء الله. اذا حرف الاي الكبير شلون نرسمه؟ نبدأ من هذه النقطة الى النقطة في الاسفل، هذا رسم الخط الاول اللي هو هذا، ثم نرسم الخط الاخر من الجهة اليمين. اذا رسمنا هذا الخط وهذا الخط وقعدنا هذا الخط نرسمه بهذه الطريقة، تمام. اذا راح يكون رسم الحرف الاي شلون؟ نرسم هذا الخط ثم نرسم الخط الاخر ثم الخط اللي بالوسط ويكون عندنا حرف الاي تكون بهذه الطريقة. اكو بعض الناس يرسموا هيك 8 وخط، هم صح، المهم ترسمه بشكل صحيح. ننتقل للحرف اللي بعده اللي هو حرف بي. حرف البي يعلم الطالب بهذه الطريقة، يقول لك ترسم هذا الخط العادي البداية ثم نرسم رقم 3 كأنما ملصوقة بالخط هذا بهذه الطريقة. إذا يكون هذا رسمه، بنرسم هيك خط وهذا الشكل يكون عندنا حرف البي. إذا يكون بهذه الطريقة يكون هيك البي بي. ننتقل للحرف اللي بعد اللي هو حرف السي صوته ك. حرف السي جدا بسيط، رسمه يكون نصف دائرة فقط، لكن من تبدأ بيه من فوق من هيك بهذه الطريقة اسمع. اذا يتكون عندك حرف السي لو صوته ك يكون بهذه الطريقة السي. الحرف اللي بعده هو حرف الدي. حرف الدي الكبير يكون رسمه بهذه الطريقة، ثم نرسم النصف دائرة من الجهة اليمين بهذه الطريقة يتكون عندنا حرف الدي، اذا يكون رسمه بهذه الطريقة. ننتقل للحرف اللي بعده اللي هو حرف الاي. حرف الاي يكون رسمه بهذه الطريقة، نرسم هذا الخط المائل هيجي ثم خط فوق ثم خط بالنص يتكون عندنا هذا الحرف، اذا يكون رسمه هيجي يكون عندنا حرف الاي. حرف اللي بعده هو حرف الاف. نرسم خط عمودي بهذه الطريقة ثم خط افقي بهذه الطريقة ثم خط افقي تحته ايضا راح تكون عندنا حرف الاف، اذا يكون رسمه بهذه الطريقة. طبعا بعض الطلاب او بعض الاشخاص يرسموه بهذه الطريقة هيك ايضا صحيح، المهم ترسمه بهذا الشكل. اذا تعلمنا اليوم رسم الاحرف جدا مهم هذا التمرين. بعد ما نخلص من هذا التمرين انا انصحكم انه نطلب من التلميذ رسم هذه الاحرف. مثلا عندنا حرف الاي نرسم لها بالدفتر، نقول له بابا ارسم لنا حرف الاي كبير هيجي وبصف حرف الاي الصغير، فيكتب حرف الاي بالدفتر خط عمودي والاي صغير، اي كبير واي صغير، فد سطر واحد كل حرف سطر الكبير والصغير حتى شنو يتقوى على الاحرف ويعرف انه هذا كبير وهذا صغير. وكذلك بقية الاحرف اللي هي مثلا البي الكابيتال والسمول الكبير والصغير، كذلك يرسم لنا خط عمودي وهكذا وكذلك بقية الاحرف حتى نتأكد انه هو بدأ يحفظ الاحرف ويميز بين الحرف الكبير والصغير. لهنا انتهى شرحنا لهذا اليوم. اليوم اخذنا من اليونت السادس نشاط اللغة الانجليزية الصف الاول الابتدائي، اخذنا الدرس الاول كان تريس اند كوبي، تتبعنا هذه الكلمات ثم نسخناهن، ثم ايضا طابقنا وسوينا مراجعة بين الاحرف الكبيرة والصغيرة كل حرف، تعرفنا على الحرف الصغير مالته. بعدها انتقلنا للدرس اللي بعده اللي هو الدرس الثاني، كان عندنا تريس التمرين الاول اللي هو تتبعنا ايضا هذه الكلمتين اللي هي كي ولمون ورسمناهن، ثم عندنا تريس ايضا هذا التمرين جدا مهم، قلنا تعلمنا كيفية رسم الاحرف الكبيرة من اي الى حرف اف. اتمنى استفادت من الفيديو، اذا استفادت اضغط على زر لايك تحت الفيديو واعجاب حتى يشجعنا نقدم لكم فيديوهات اكثر ان شاء الله، واشترك في قناة رأفت رعد اذا كنت اول مرة اشوفها حتى تكون من المستفيدين من هذه القناة ان شاء الله، وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلك اي فيديو يزيد على القناة، وشارك الفيديو مع اصدقائك حتى يستفادوا من عدي. كان معكم الاستاذ رأفت رعد مدرس اللغة الانجليزية، نلتقي في فيديو جديد وشرح جديد في امان الله.